عديدة من مراحل ثورة 11 فبراير، إنها مرحلة الوفاء والعهد للشهداء، ومرحلة محاربة الفاسدين، ومرحلة تجديد أهداف الثورة. ونحن اليوم أعلننا أن ثورة 11 فبراير فوق السلطة وفوق الأحزاب. لابد أن تحقق ثورة 11 فبراير أهدافها، لابد أن تتحقق في المجتمع قيم ثورة فبراير، وهذا الحشد الكبير وهذه الانتفاضة الكبيرة دليل على الوفاء بالعهد لفبراير. الشهداء تعاهد ان هذه الثوره لن تموت ولن تموت. الان اذا كانوا فقط اصحاب تعز يحتفلوا فهو نص الشعب اليمني يحتفل، فما بالك في الشعب كله يحتفل. تعز الان تعيد المجد لثوره 11 فبراير ماضون لتحقيق اهدافها حتى اخر لحظه، فعلى من يحقد على الثوره ان يرحل، يفهم من بقي منهم فليرحلوا. ذكرى 11 فبراير اليوم الوطني للثائرين وجميع الأحرار، والآن نحن نواصل المسيرة ونواصل ثورتنا ضد الظلم والطغيان، ضد الحوثي وضد المتآمرين على البلد وعلى اليمن كافة. Telefon. Gel oraya.